هيئات السلام كتمثل بعض الى ماشي كل مزايا ديال هذا المجتمع، كتعبر على كل ما امريكا ناضلات من اجله، كتعبر على داكشي كله اللي كنامنوا به واللي كنتمناو نوصلوا له في هذه الدنيا. باش تفهموا كيفاش حسينا في الصيف ديال 1961 فاش مشينا للتدريب، خاصكم تعرفوا كيفاش كان داك الوقت وكيفاش كانوا الظروف ديال كينيدي وهذاك الاحساس بعهد جديد في البلاد. فاش انضميت لهيئه السلام كنت باغي ندير شي حاجه ايجابيه، كنت باغي ندير شي حاجه للبلاد ديالي. هادشي ردني قادر ندير اي حاجة، حيت غير كتخرج للزنقة وكتدور كتهضر مع ناس ما كتعرفهمش كتولي تايق في نفسك. منين تأسست هيئة السلام في 1961 ما عمر المهمة ديال المنظمة ولا الاهداف ديالها بثلاثة ما تبطلوا. هيئة السلام منظمة امريكية كتصفت متطوعين للدول النامية، والاهداف ديالها هي: الهدف الاول تعاون تقني، الهدف الثاني الميريكانيين يفهموا مزيان الشعوب اللي استضفاتهم ويعرفوا بديك الشعوب في ميريكان، الهدف الثالث الشعوب المستضيفة حتى هي تعرف على الميريكانيين. الملك الراحل حسن الثاني والرئيس الميريكاني اللي كان شحال هادي جون كينيدي تلاقاو باش يأسوا هيئة السلام في المغرب في 1963. هاد الصورة كتمثل الملك محمد السادس فاش جار المتطوعين في البلاصة اللي كيخدموا فيها. من بعد ما كيوصلوا المتطوعين للمغرب كيسكنوا مع العائلات المغربيات اللي كيديروهم بحال واحد منهم، الهدف منه هو يتعلموا اللغة وكيفاش كيعيشوا المغاربة، وحتى هما يعلموا المغاربة على الثقافة ديال الميريكان. من بعد تقريبا شهرين ونص كيمشيو المتطوعين للرباط ولا مكناس باش يديروا الحفل ديال التخرج. هاد الحفل كيحضروا وزير الشباب والرياضة والمسؤول الكبير ديال التعاون الوطني، ومن بعد كل متطوع كيمشي للمنطقه اللي غادي يخدم فيها مع الشباب وكيكونوا تحت الاشراف ديال وزاره الشبيبه والرياضه والتعاون الوطني. في 2015 مجموعه من القنوات المغربيه حضرات الحفل التخرج ديال 101 متطوع جديد. ضيف المغرب وزير الخارجيه الامريكي جون كيري تراس قبل قليل بالرباط دائما تحديدا بقاعه علال الفاسي باجدال مراسيم تخرج متطوعي فرق السلام الأمريكية، مهمتهم تأهيل السلام في العالم. State your individual name after I say the word I. Don't forget it's your name, not somebody else's. في كل مرة يلتقي فيها مسؤولون مغاربة وأمريكيون يجددون التأكيد على ما يصفونه بمتانة العلاقة التي تجمع بين الرباط وواشنطن منذ قرون، لكن هذه العلاقة تبقى بالرغم من ذلك محكومة بالمصالح الخاصة لكل طرف. ومصالح الطرفين يبدو أنها تلتقي بشكل كبير في هذه الفترة، هذا ما أعاد كيري تأكيده وهو يشرف في الرباط على أداء القسم من قبل فوج جديد من متطوعي هيئة السلام الأمريكية. 101 من المتطوعين الجدد ينتمون إلى هيئة السلام الأمريكية بالمغرب أدوا اليوم القسم رسميا بحضور كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية ووزير الشباب والرياضة. وبعد أن أنهى هؤلاء المتطوعون تدريبا مكثفا بالدارجة المغربية دام 3 أشهر، سيتم تعيينهم في 80 مؤسسة تابعة لوزارة الشباب والرياضة بما فيها دور الشباب والمراكز السوسيوراتية للقرب والنوادي النسوية في مختلف جهات المملكة. مجموعة من المتطوعين الجدد ينتمون إلى هيئة السلام الأمريكية بالمغرب أدت القسم رسميا اليوم بالرباط بحضور كاتب الدولة الأمريكية في الخارجية جون كيري ووزير الشباب والرياضة محمد الزين. المتطوعون الجدد سيتم تعيينهم في 80 مؤسسة تابعة لوزارة الشباب والرياضة بما فيها دور الشباب والمراكز السوسيورياضية للقرب والنوادي النسوية في مختلف أنحاء المملكة.
لدينا الآن أزيد من 200 متطوعين يعملون مع وزارة الشباب والرياضة وفي دور الشباب بمختلف أنحاء المملكة، واليوم يتم تعيين هذه المجموعة التي تتكون من 100 ومتطوع واحد للعمل في المغرب لمدة سنتين، وذلك بعد استكمال 11 أسبوعاً من التكوين. جون كيري رئيس الدبلوماسية الأمريكية أبرز في كلمته بالمناسبة الإسهام الهام لبرنامج هيئة السلام الأمريكية في تعزيز قيم السلام والصداقة والتسامح عبر العالم.